احكي لي شوية بقى، توزيع الأدوار عامل إزاي؟ وهل ما بتختلفوش؟ لأنه ما فيش مكان ما بقاش فيه اختلافات يعني. بص حضرتك، توزيع الادوار في نعم. ملفات جوه النادي الاهلي، كل يعني كلنا بنشترك في المسؤوليه نعم. في حاجات معينه، وفي حاجات بيبقى ليها متخصصين من المجلس، نعم. وفي النهايه بيثمن عن ده كله انه في عمل جماعي. اختلاف اللي حضرتك بتتكلم عليه بيحصل طبعا نعم. جوه المجلس، لكن لا يخرج عن جدران المجلس نعم. كخلاف كعادة يعني. النادي الأهلي. كل الحمد لله في يعني في احترام كلنا لبعض، نعم. وفي نفس الوقت كعادتنا اللي هو لو انا ليا راي مخالف وطلع قرار الاغلبيه بغير خلاص رايي بقيت مؤيد. هو بتاعي خلاص، نعم. انا مسؤول عنه. وفي نفس الوقت اي ملف اي حد فينا مسؤول عنه في المجلس هو ملف النادي، يعني نعم. هو مش يعني مش ملف محدد بشخص. اللي هي ترجع حاجه ثاني للعمل الجماعي، نعم. لكن قلتني كده حته الميزانيه والحمد لله طبعا نفخر ان هي احكي لي شويه عن الميزانيه. على الميزانيه. ايوه يعني احكي بقى وايه وخد راحتك. فضفض ده في جميل. في اه نعم. يعني احنا لما دخلنا المجلس الاداره، انا فاكر الميزانيه يعني اخر ميزانيه في كانت يونيو 2017، نعم. كان مجموع الميزانيه كان حوالي 820 مليون تقريبا، يعني نعم. انت واصل النهارده ل 7 مليار 145 ما شاء الله ما مليون. شاء الله. رقم الحمد لله قياسي، بس هو ساعات بيحصل لغط في مفهوم الرقم ده. الناس بتفهم من ميزانية لا مش 7 مليار ربحية، ده جوه النادي، لا 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 محطوطين في النادي. لا، ده مش ارقام جوه النادي كمبالغ، نعم ومش ربحية يعني نعم مش فائض بالظبط كده. النشاط اللي في النادي. هو نعم. عبارة عن يعبر عن ايه؟ عن العمل العظيم اللي بيتم جوه النادي الاهلي. طب اشرح لنا. عبارة عن اصولك اللي زادت جدا، نعم زي فرع التجمع نعم والتجديدات اللي بتحصل، كل دي اصول في النادي. ايوه مجموعه عوامل كتير قوي، اعظمها هو بنود الاصول، يعني اللي نعم بتمثل التضخم. ده معناها ان انت كمؤسسه تعظمت قيمتك جامد جدا نعم يعني. في نفس الوقت في اداره للكلام ده الحمد لله، اداره محترفه جوه النادي. إدارة. طبعا. يعني هقول لحضرتك مثال للكلام ده. يلا. عندنا مثلا موضوع الشيكات بتاع العضويات، يعني نعم وانا مديركها كويس كمسؤول عن بتكليف من نعم مجلس على لجنه العضويه، ان الاعضاء بيقسط العضويه مع النادي، بيدفع مقدم وبيكتب شيكات نعم بالاسعار. كابتن محمود الخطيب ادار قصه في الكلام ده من 3 سنين تقريبا، ان الشيكات دي يتاخد بيها بضمانها، هي شيكات مضمونه نعم بضمانها قروض من البنوك. البنوك. عايز اقول لحضرتك ان وقتها كان سعر الفايده في البنوك كان قليل، كان سعر المعلن نفسه اللي هو بتاع البنك المركزي اللي نعم بيأثر على البنوك نفسه اللي بيعملوا اللي ايوه بيشتغلوا عليه كان قليل. عملت ايه انت بقى وقتها؟ مثال ليها مثلا، بنيت فرع التجمع الخامس. حلو. وقتها الاسعار نعم كانت معقوله، مظبوط. ما تقدرش تبني دلوقتي بالاسعار اللي اتبني فيها. نعم. فانت خدت قرض بسعر فايده كان قليل في قياسا باسعار الفايده دلوقتي، نعم، وعملت بيها انشات بيها اصول بتكلفه كويس. معقوله، اللي هي اداره اصول النادي بحرفيه. السؤال بقى، هل رديت القرض؟ طبعا الحمد لله. ده ما ده يعني المهم، الكلام ده ده الناس عايز لا تسمعه. لا لا الكلام ده على طول. يعني انت خدت قرض لا بفايده نقول مثلا 10 15% سي مثلا مثلا، اللي هي وصلت دلوقتي حاجه و20%، بالظبط كده. مظبوط. وكان الاسعار اللي انت بتشتري بيها المواد اللي بتبني بيها وبتاسس مش بيها، زي اسعار دلوقتي. اسعار دلوقتي اضرب في 3 او 4 اضرب في قد كده بالظبط. وهذا القرض انت استفدت بنيت بيه الفرح بالظبط كده. وانهيته تمام التمام، ومن خلال والقروض دي من خلال الشيكات بتاعت الناس اللي عامله عضويات داخل اللي النادي عامله الاهلي، عضويات داخل النادي ثم نجحت انك تسدد هذا القرض والشيكات دي كامل. ما فيش اي مسؤوليه عن يعني ما فيش خالص اي عبء تمام. التزام نعم. مالي على النادي في بس حاله سددت الوجود. القرض كامل على طول اول باول الكلام ده وبنيت بيتسد الحمد الفرع لله، كاملا. وبنيت الفرع نعم. وبنيت الفرع، ادرت اصول النادي نعم. بطريقه الحمد لله تحافظ على اموال النادي.